السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدعاء من القرآن الكريم. المهم نبدأ نتكلم عن أول دعاء من سورة إبراهيم، وهي في الآية رقم 40، وهي كالآتي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، صدق الله العظيم. هنا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما مقيم الصلاة، بس مش احنا بس، احنا وولادنا وولاد ولادنا وولاد ولاد ولادنا، كل الذرية. هو ده كان دعاء سيدنا إبراهيم لما طلب من ربنا وقال له: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. فهنا الدعاء أو الآية شقين: رب اجعلني مقيم الصلاة، فربنا جعله مقيم الصلاة، ومن ذريتي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أقام الصلاة، ربنا وتقبل دعائي. فربنا لما تقبل دعاء سيدنا إبراهيم جعل من ذريته سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام. ففي الدعاء ده بنطلب من الله أن يجعلنا ممسكين على عباداتنا، بالأخص الصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين. فالدعاء ده ممكن ندعو بيه لما نحس ان احنا مهزوزين شوية في حياتنا، مهزوزين شوية في الصلاة، بنقطع، بنصلي فرض ونسيب فرض، وان احنا مقصرين شوية في عبادتنا مع ربنا. فبندعو بالدعاء ده علشان ربنا يرجعنا تاني متمسكين بالعبادة، وبالأخص الصلاة. في آخر الآية بيتم التأكيد: يا رب تقبل الدعاء، ربنا وتقبل دعائي. يعني بنرجع تاني لمرجعنا، ان اهم شيء في الحياة هو الدعاء، الدعاء، الدعاء. ادينا بنقولها 3 مرات عشان نأكد عليها. واهم شيء في العمل سواء كان صلاة او صوم او حتى الدعاء، لان هو كمان عمل وعبادة، هو ان يتقبله الله سبحانه وتعالى منا. فيا رب اللهم تقبل عملنا وتقبل دعاءنا، اللهم آمين. وأترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.